20 قمة العشرين فهي منتدى اقتصادي، وهناك عدد كبير من الأسئلة أيضا ذات الصفات السياسية، ولكن الموضوع الأساسي وهو تنمية الاقتصاد العالمي، وهذا ما أولي الاهتمام إليه أكثر ما يمكن. وتحدثنا على المبادئ الأساسية للاستقرار الاقتصاد العالمي، وهذا هام جدا لكي نعمل ضمن مبادئ وأسس أساسية مشتركة. واستمرينا في الحديث الذي كان قد بدأ في بطرسبورغ، وهو موضوع استخدام المرافق أو المرافق للتهرب الضريبي وغيرها، والموضوع ليس أقل أهمية وهو المتعلق بالاقتصاد، وهو مكافحة الإرهاب ومتابعة التيارات المالية لهذه للإرهابيين وتمويلهم، وأخيرا أيضا الموضوع الحساس وهو التغير المناخي. وهنا المستشارة الألمانية تم التوصل إلى حل وسط، وليس من السهل، وهو بسبب خروج الولايات المتحدة من اتفاقية باريس، وتم التوافق لحل وسط لتثبيت بأن الولايات المتحدة كانت قد خرجت من هذه الاتفاقية، ولكننا مستعدون للتعاون باتجاهات محددة مع دول محددة، وهذا يعتبر أيضا عنصر إيجابي ويمكن أن يضاف إلى ما قامت به المستشارة الألمانية. وهناك أيضا قضايا أخرى تم التطرق إليها، على سبيل المثال الاقتصاد الرقمي، وهنا كنا قد حددنا قواعد مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي، وتحديد ما هو الأمن السيبراني، والنظام وتشكيل نظام مشترك لمكافحة هذا النظام أو الحفاظ على هذا النظام، ويجب اتخاذ جهود مشتركة، وكان قد عرض في كافة الخطابات وفي البيان الأخير، يجب علينا أن نكون جاهزون لإطلاق قوة لاتخاذ أو لأخذ الأماكن لأولئك الذين سوف يتفرغون للعمل، وما هي القواعد المطلوبة. وأنا أوليت الاهتمام إلى أنه يجب العمل مع النقابات التي يجب أن تحمي مصالح ليس فقط النقابات أو العمال، وإنما رجال الأعمال الذين يعملون في مجال الاقتصاد الرقمي. فهذا أيضا متعلق بحقوق المرأة وتعليم الفتيات والبنات، وهذا أيضا جرى التطرق إليه، وبالإضافة إلى الاقتصاد الرقمي. فإن هذا المنتدى بشكل عام هو مفيد وسيلعب دوره في الاستقرار في الاقتصاد العالمي بشكل عام. أود أن أواصل هذا الموضوع. كانت قضايا سياسية كثيرة نوقشت في هذه القمة، ولكن قبل كل شيء تناول القضايا الاقتصادية. وكثير من وزراء الاقتصاد من الدول المختلفة قالوا أن السنة الجارية قد تكون سنة ارتفاع التنمية الاقتصادية في العالم. هل موافق لذلك؟ وهل ستجري هذه التنمية في روسيا أيضا مع بيان اعتبار العقوبات وغيرها؟ حول النمو فنحن إلى هذه اللحظة لا نرى نهج باتجاه النمو، ولكن العوامل التي لا تساعد بنمو الاقتصاد العالمي وفي منطقة أوروبا وفي روسيا، وهي القيود والتحديدات غير الشرعية التي نحن نقف لرفع كل القيود وحرية التجارة وللعمل في إطار منظمات التجارة العالمية.
العالمية ونظامها، وهذه واحدة من المواضيع في المجال الاقتصادي التي نوقشت، وهي حرية التجارة ومكافحة الحمائية، وهذه واحدة من أهم الاتجاهات التي يجب أن نذكرها. وبشكل عام فإن التحرك موجود، وفي الحقيقة لقد تقلص التوقعات عما كانت في البداية للنمو، ولكن يوجد هناك نمو وواضح، وخاصة بما في ذلك في روسيا. وأنا منذ فترة قريبة كنت قد تحدثت وأكرر هذا الموضوع هنا، فإن النمو في الاقتصاد الروسي واضح. الاقتصاد الروسي كان قد خرج من الثبات، والآن في الفترة الحالية وفي مايو فإن نمو الاقتصاد الروسي كان قد ارتفع أكثر من 3%، وأعتقد على أنه في وسطيا في عام 2017 فسيكون النمو وسطيا يساوي 2%. ومع ذلك فأذكر بأن نحن على أقل مستوى من البطالة، وينمو الإمكانيات منها الصندوق أو البنك المركزي، ووصلنا إلى الصندوق النقد للعملات الصعبة لأكثر من 400 مليار دولار، ولقد نما الدخل للميزانية لأكثر من 40%، وهذا كله معا لا يمكن إلا أن يبعث بالأمل والتفاؤل. وأقول بأن هذا النهج هو ثابت، ونحن علينا أن نسعى لمساندة هذا النهج في النمو، وأعتقد أننا سنستطيع القيام بذلك. وكالة انترفاكس، لقاءكم مع الرئيس ترامب لفت نظر الجميع، كل المشاركين في هذه القمة. ما تقييمكم لنتائج هذا اللقاء؟ سمعنا تقييمات سلبية من بولونيا مثلا، وقد هل طرح ترامب مسألة تدخل روسيا في الولايات المتحدة، وهل أنتم معجبون بترامب كإنسان؟ رئيس الولايات المتحدة نعم قد طرح هذا الموضوع، وكنا قد ناقشنا هذا الموضوع، وهذا لم يكن الموضوع الوحيد، وكنا قد أولينا عدد كبير من الاهتمام بهذا الموضوع. ليس هناك أي أساس بأن روسيا تدخلت في الانتخابات في الولايات المتحدة. أما المهم هو أننا اتفقنا على أنه على أن وضع الغير معرف، وخاصة باتجاه المستقبل، يجب ألا يكون لها مكان في هذا الإطار، وهذا ما تحدثت عليه أيضا في المرحلة الأخيرة. وهذا يتعلق أيضا بالمجال السيبراني والإنترنت والإمكانيات الإنترنت، واتفقنا مع الولايات المتحدة، رئيس الولايات المتحدة، أننا سنشكل مجموعة عمل التي نعمل فيها معا حول كيف يمكن مراقبة الأمن في المجال السيبراني، وكيف يمكن المتابعة والتطابق مع القواعد الدولية في هذا الإطار، وكيف يمكن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأجنبية. والحديث يدور الآن بشكل خاص حول روسيا والولايات المتحدة، وأعتقد أننا إذا استطعنا أن نبني هذا العمل وليس لدي من شك في هذا الإطار، فلن يكون هناك متاجرة بعد ذلك فيها حول هذا الموضوع. أما فيما يتعلق بين العلاقات الخاصة فلقد بنيت، وأنا كما أرى من ناحيتي فإن الرئيس ترامب هو نشيط ويختلف عن الإنسان العادي، وهو دقيق ويستوعب المتحدث معه بشكل عقلاني، ويرد على
القضايا التي تظهر ضمن المناقشات والعناصر الجديدة. ولذلك فإذا نظرنا واستطعنا أن نبني العلاقات كما جرى حديثنا في الأمس، فإن هناك أسس حقيقية لأننا سنستطيع إعادة استئناف مستوى العلاقة المطلوب بين بلدينا. Меня зовут Райан из телекомпании CBS и PBS. Очень приятно. We call it CBS. Скажите, пожалуйста, президент Трамп, когда вы отрицали российское участие... عندما قلتم لرئيس ترامب أن روسيا لم تتدخل في الانتخابات الأمريكية، هل قبل الرئيس ترامب هذا الموقف؟ لقد وجه عدة أسئلة حول هذا الموضوع، وأنا لأي درجة استطعت أن أجيب عن هذه الأسئلة أجبت عليها، وأنا أتفق مع ذلك، ولكن كيف هو ينظر إلى هذا الموضوع يجب أن تسأله. هذا لا يتعلق بقمة العشرين حول السياسة الداخلية، ما موقفكم ورأيكم في أليكسي نافالني ونشاطه، ولماذا لا تذكرون اسمه لما تجيب عن السؤال؟ أعتقد أنه بإمكاننا أن نتحاور على المستوى الرئاسي والمستوى الحكومي مع أولئك الذين لديهم أجندة بناءة، ومن يرغب أن يلفت الانتباه إليه فقط فليس من المفضل الحوار معه. صحيفة أرجومنت فاكت، اليوم صباحا التقيتم مع الرئيس الفرنسي ومع المستشار، يمكن أن نفترض أنكم تحدثتم بصراحة كاملة حول الوضع في أوكرانيا، هل ظهرت هناك رؤية جديدة وهل هناك أمل أن الوضع في دونباس سوف يتحسن، وهل يمكن أن تلعب دورا في ذلك مناقشة هذا الموضوع مع الرئيس الأمريكي، أو ربما لا زالت تبقى فوارق بين المصالح الروسية والمصالح الأمريكية في أوكرانيا؟ مصلحة روسيا وأوكرانيا ومصلحة الشعب الروسي والشعب الأوكراني أنا واثق ومقتنع تماما بأنها متطابقة ومصالحنا متطابقة تماما. لا تتطابق المصالح للقيادة الحالية في أوكرانيا وبعض الدوائر السياسية الحالية في أوكرانيا، وإذا نظرنا بشكل موضوعي فإن أوكرانيا وروسيا لها مصلحة في التعاون ولها مصلحة في أن توحد منافساتها وقدراتها التنافسية في الاقتصاد، وذلك لأن بقي كثير من البنية التحتية من أيام الاتحاد السوفيتي والتقاطع الاقتصادي وغيرها من الأمور المشتركة. وللأسف فإن زملائنا الحاليين في أوكرانيا فلا يرغبون في أن يحافظوا على هذا الأمر، وبقي النوع الوحيد من البضاعة التي يتاجرون بها وبشكل ناجح وهي الكراهية تجاه روسيا، وعدا ذلك فهم يتاجرون أيضا بالفصل بين روسيا وأوكرانيا وفصل بين الدولتين والشعبين، وهناك من يعجبه هذا الأمر في الغرب ويرى أنه لا يجوز السماح بالتقارب بين روسيا وأوكرانيا. ومن هنا فإن القيادة الأوكرانية الحالية تعمل بنشاط وبنجاح في بتجارة هذه المادة وهي الفصل بين الدولتين، ونحن لنا مصلحة بأن ينتهي هذا الوضع بأسرع ما يمكن. أما فيما يتعلق بمشاركة الولايات المتحدة في تسوية الوضع في أوكرانيا، كنا قد تحدثنا مع الرئيس ترامب حول هذا الموضوع، وتحدثنا أيضا على أنه
يجب تشكيل تمثيل للإدارة الأمريكية التي ستعمل بشكل مستمر في هذا الموضوع بالتواصل مع أوكرانيا وروسيا مع جميع الأطراف التي لها مصلحة في تسوية الأزمة الأوكرانية. وكالة تاس. السؤال حول الشرق الأوسط. الوضع هناك معقد جدا في سوريا وقطر وغيرهما من دول في الشرق الأوسط، وأكيد كانت عندكم نقاشات حول سوريا، وبعد هذه النقاشات بعد لقاء أستانا كيف تقيمون آفاق التسوية في سوريا؟ هل تغير موقف الإدارة الأمريكية الجديدة في ضوء لقائكم مع الرئيس ترامب؟ وحول قطر أيضا، كيف تقيمون الوضع الأزمة في الخليج؟ هل ناقشتم هذه القضية في العشرين؟ إذن لازم أقدم لكم تقرير كبير مفصل. وفيما يخص بمكافحة الإرهاب، من المعروف أن التنسيق على البيان حول الإرهاب كان صعب. أنا لا أعرف حول هذه الصعوبات، ولكن نعم هنا لم يكن هناك أي معارضة مبدئية، ولكن حول الصيغة نعم، لكني لا أعرف حول هذه الاعتراضات. لقد تم توافق على هذا المستوى لقيادة الوفود، فلم يكن هناك أي مشاكل أو أي صعوبات للاتفاق حول هذا الموضوع. الجميع كانوا يعرفون أن هذا تهديد بالنسبة للجميع، والجميع جاهز لمكافحة هذا التهديد. وأما موضوع قطر فلم يجري مناقشته، وهو موضوع حاد إقليمي ويمكن أن يؤثر على مجالات أخرى مثل الاقتصاد والطاقة من ناحية الأمن في المنطقة، وأنا لم أناقش هذا الموضوع خلال القمة مع أحد. أما فيما يتعلق بسوريا، نعم ناقشنا هذا الموضوع مع جميع التي جرى اللقاء معهم، وكنت قد تبادلت الآراء مع الجهة الأمريكية، وأعتقد أنها أصبحت أكثر براغماتية. فهي لم يتغير الرأي الأمريكي أو الولايات المتحدة، ولكن يعرفوا وأصبحوا يفهموا أنه في توحيد القوى يمكن أن نصل إلى شيء ما، والاتفاق في ألمس حول منطقة هامة من مناطق خفض التوتر. فأنا يمكنني أن أقول بأنه أحدى النقاط الهامة التي استطعنا أن نقوم بها خلال لقائي مع الرئيس ترامب، فهي نتيجة جيدة وحقيقية للعمل المشترك مع الولايات المتحدة. وإلى هذا العمل جرى ضم الأردن، وأيضا كنا قد أجرينا مشاورات مع إسرائيل، وسوف نقوم أيضا بإجراء هذه المشاورات، وهذه نتيجة تعتبر حقيقية وجيدة. وإذا تحركنا باتجاهات أخرى بنفس الطريقة، وكنا قد تحدثنا حول هذا الموضوع بشكل تفصيلي اليوم مع الرئيس التركي، وهذا لا يتعلق بنا، فهو متعلق بشكل كبير مع الخلافات والتناقضات بين دول المنطقة، ولكل منهم قلقه وأولوياته ومصالحه ومصالحه القانونية، وهذا ما يجب أن النظر إليه، وهو المصلحة القانونية والشرعية، فيجب الوصول إلى حلول وسط. فبإمكاننا أن نتوصل إلى هذه الحلول، إنما تم التوصل إليه من وقف العمليات القتالية، وما نقوم به بتشكيل المناطق خفض التوتر، فهو يعتبر خطوة كبيرة، ويجب علينا أن نتفق ما هي أين تقع حدود هذه المناطق، وكيف يمكن ضمان الأمن وتفصيلي، ولكنه مطلوب وهام للعمل، وبالاعتماد على التجربة الإيجابية التي تم التوصل إليها في الفترة الأخيرة مع إيران وتركيا والحكومة السورية والرئيس ومع الرئيس الأسد، فيمكن
يمكننا أن نقوم بخطوات إضافية، والمهم هو وما أكدناه خلال الوثائق لتشكيل هذه المنطقة في جنوب سوريا بالقرب من الحدود الأردنية وأيضا إلى بالقرب من هضبة الجولان، فيمكن أن نصل إلى النتيجة الهامة وهي الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وإن هذه المناطق يمكنها أن تتعاون بين بعضها البعض ومع الحكومة المركزية، فإذا استطعنا التوصل إلى ذلك فبإمكاننا أن نشكل قاعدة جيدة للتقدم بحل الأزمة السورية بالأساليب السياسية. وكالة ريا نوفستي. قد تحدثنا حول التدخل في الانتخابات، وستكون الانتخابات في ألمانيا، عندكم في ألمانيا، نعم عندنا في ألمانيا في شهر أيلول، هل ستدخل روسيا في الانتخابات الألمانية، وهل أخبرت أنجيلا ميركل كيف نعمل ذلك؟ هذا سؤال الاستفزازي، وأنا قلت أننا لم نتدخل حتى في الولايات المتحدة، لماذا تخلقون هذه المشاكل؟ فلدينا علاقة جيدة مع ألمانيا، ونحن تعتبر إحدى الدول العظمى في التبادل التجاري مع الدول الأوروبية، ولدينا مشاريع كبيرة والتي نحن نساندها، وهناك أيضا مناقشات كبيرة حول هذا المشروع، ولكن هذا الأمر واضح ليس أو هذا المشروع هو بمصلحة الاتحاد الأوروبي وألمانيا، ولماذا فلا يكفي لم يكن يكفينا إلا أن نتدخل في العمليات السياسية؟ فإذا نظرنا إلى وسائل الإعلام الألمانية والفرنسية فهي دائما تتدخل في أمورنا الداخلية، وبما أننا واثقون من نفسنا فنحن هذا الأمر لا يقلقنا. شكرا جزيلا فخامة الرئيس لفرصة طرح السؤال إليكم. نريد أن نسأل حول لقاءكم مع السيد ترامب، وقلتم أن لابد أن نسأل الرئيس ترامب حما يفعل. لا، يجب أن تسألوا ما موقفه من إجاباتي، وفيما يخص ما حدث ولم يحدث شيء، لم نتدخل، ولكن للأسف الشديد لم نحصل أي معلومات من البيت الأبيض، ونحن سوف نعطيهم أوامر. وهل ممكن أن تقولوا ماذا قال بشكل ملموس السيد ترامب؟ لقد بدأ يوجه أسئلة مباشرة، وكان قد سأل حول تفاصيل، و كنت قد أجبت بالتفصيل حسب استطاعتي، وهذا يتطابق مع ما كان من الإدارة السابقة والرئيس أوباما، وأنا ليس من مصلحتي أن أتحدث عن الرئيس أوباما، وهذا في التجارب الدولية ليس مقبول وليس يفضل أن أتصرف من ناحيتي بأن أتحدث مع الرئيس ترامب حول هذا الموضوع. هو سألني وأنا أجبته، وسألني أسئلة كنت قد قدمت له الإجابة التفصيلية، وأرى أنه كان راض عن هذه الإجابات. صحيفة ведомости. نعود إلى موضوع تسريع النمو الاقتصادي، وكما نعرف الحكومة قد أعد خطة، ولكن هذه الخطة سرية، ما لا أدري لماذا.
بإمكاني أن أشرح لكم إذا تحدثتم وتعرفون بأن لدينا عدة مجموعات تعمل. مجموعة التي تترأس وتنظم أو ينظمها السيد تيتوف وهو رجل أعمال، وأيضا تعمل مجموعة أخرى التي يترأسها السيد كودرين فهو لقد جمع خبراء معروفين، وأيضا تعمل الحكومة. ولكن علينا أن نقدم خطة المقبولة والمفضلة وتكون متلائمة مع الخطوات التالية للاقتصاد بدءا من عام 2018. ويجب علينا أن ننظر في كل الاقتراحات وأن نقيمها وأن نتخذ القرار النهائي. ومن الممكن أن لن يكون هناك واحدة من هذه الاقتراحات، وإنما يمكن أن يكون شيئا مبني على هذه الاقتراحات الثلاثة، ويجري العمل في الوقت الحالي حول هذا الموضوع. ولكن لا نتحدث عن هذا الأمر قبل وقته. وبلا شك فإن الحكومة قد قامت بعمل كبير بهذا الاتجاه، ونحن سوف نعتمد على اقتراحات الحكومة. لا يمكننا ألا نولي الاهتمام فقط إلى مجموعات كودرين وتيتوف، ولذلك فنحن نعمل وننظر إلى أي اقتراح سيكون النهائي لتطوير الاقتصاد بعد عام 2018. ليس هناك أي أسرار، وإن الإعلان قبل وقت هذه القرارات غير صحيح، فيجب علينا أن نحضر العمل فقط. صحيفة إزفيستيا، سؤال حول السياسة الخارجية. تعرفت أنها طلعت على سيارة كورتيج سوف تستخدم في تنصيب الرئيس في السنة القادمة. أنا لم أسمع شيء حول ذلك. هل ركبت هذه السيارة؟ لا يمكنني أن أسافر على أو أركب سيارة ليست جاهزة إلى هذه اللحظة. سوف نجرب هذه السيارة معا. ربما سؤال أخير. أرتي، قد تحدثتم حول اللقاء مع إردوغان. هل ممكن أن تجيب عن سؤال عندما دار الحديث حول هل ناقشتم مسألة الأكراد وكذلك مساحة عفرين؟ لأن وسائل الإعلام التركية الآن تقول أن هناك توفر الأرضية للتداخل التركي إلى هناك. وهل ناقشتم مع إردوغان مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد؟ مثلا تيلرسون قال أن لهذا الشخص لا يوجد مستقبل في السياسة السورية. سأبدأ من ختام سؤالكم. فإن سيد تيلرسون هو رجل محترم ويحمل وسام من روسيا للصداقة، ولكنه ليس مواطن سوري. ومستقبل سوريا ومستقبل الرئيس الأسد كرجل سياسي فيجب أن يعرفه الشعب السوري ويحدده الشعب السوري. أما فيما يتعلق في المشكلة الكردية فهي مشكلة متعددة الجوانب، ونحن نتواصل مع الفصائل الكردية وهذا ليس سرا، ولكن من ناحية توريد المواد العسكرية فإن زملائنا الأمريكيون هم الذين يتعاملون معهم بشكل أكبر. أما عسكريين الذين يعملون على مراقبة وقف العمليات القتالية وقف إطلاق النار فهم موجودون في مناطق مختلفة من سوريا حيث جرى الاتفاق على التهدئة ووقف إطلاق النار. أما فيما يتعلق بهذه المناطق فأنا لا أعرف إذا كان هناك شخص أو شخصين، فليست هي وحدات عسكرية، فهم يقومون بدور الذي لمصلحة الجميع. ولكن لا نرى أن أي تحضيرات هناك لعمليات عسكرية، ونأمل بأن
на то, что наши предварительные наработки. بأن ما تم التحضير له لتشكيل هذه المناطق في عدة مناطق منها إدلب وشمال سوريا سوف يتم التوصل إليها ولا يمكن التوصل إليها من دون الدعم التركي. Иван Трошкин, телекомпания НТВ. Тут уже коллеги вспоминали слова. Уикали ТНТВ, телевизионния, азумаля ваккару акваль Трамфи Уорсу, а кавалика канад гунак акваль ан الولايات المتحدة سوف مستعدة لإمداد الغاز المسيل إلى أوروبا. وما تقييمكم لذلك في ضوء بناء السيل الشمالي اثنين؟ أنا أقيم هذا بأنه إيجابي جدا لأن المنافسة الإيجابية هي لمصلحة الجميع. نعم نحن مع السوق المنفتحة والمنافسة الإيجابية. وفي الأمس الرئيس الأمريكي كان قد قال أن الولايات المتحدة هي مع المنافسة المفتوحة والإيجابية. وأنا كنت قد ساندت هذا الرأي لأن هذا يتلائم مع مصالحنا حيث أن إذا كان هذه المنافسة ستكون مفتوحة وإيجابية وغير مسيسة ولا تستخدم لمصالح سياسية فهذا يتطابق مع مصالحنا لأن أي مختص يقول بأن قيمة نقل الغاز المسال من الولايات المتحدة إلى روسيا فهي أعلى بكثير من نقل الغاز المسال الروسي الذي يمكن أن يقارن مع الغاز الذي ينقل عبر الأنابيب فلدينا نحن أفضلية من هذه الناحية ولكن للحفاظ على مشاركينا في السوق فإنه يجب علينا أن نحافظ على هذا الوضع.